اهلا بيك. النهارده هنتكلم عن الاعاقه السمعيه البصريه اللي هي ديف بلايندنس، وهنتكلم عن الاعاقه السمعيه البصريه من منظور تربوي بشكل اساسي. يعني ممكن نتكلم شويه خفيفه عن الخلفيه الطبيه بتاعتها، بس مش ده الكلام بتاعنا. الكلام بتاعنا بشكل اساسي عن النواحي التربويه في الاعاقه السمعيه البصريه. اوكي. مبدئياً إيه هي الإعاقة السمعية البصرية؟ الإعاقة السمعية البصرية هي وجود الإعاقة السمعية مع الإعاقة البصرية في نفس الشخص في مرحلة ما من حياته، سواء كان المرحلة دي كل حياته أو كان الجزء مثلاً بدأ متأخر. والإعاقة السمعية البصرية بتتقسم بشكل أساسي لنوعين، في النوع المكتسب والنوع الولادي. زي كل الاضطرابات وكل الامراض وكل الاعاقات بتنقسم لنوعين، بس شويه هنا الفرق بين النوعين مش واضح ازاي. يعني لما احنا بنتكلم مثلا عن اي اعاقه مكتسبه او اي مرض مكتسب، في العاده بنتكلم عن سن معين. يعني لو حصل المرض ده بعد سن مثلا يعني 3 سنين كده اصبح مكتسب، لو حصل المرض ده بعد سن 10 سنين اصبح مكتسب، وهكذا. في الإعاقة السمعية البصرية في الواقع احنا ملناش علاقة بالسن، العمر الزمني مش هو ده اللي بيحدد هل الإعاقة السمعية البصرية دي إعاقة خلقية أو ولادية congenital، يعني أيا كانت الترجمة، أو الإعاقة السمعية البصرية دي مكتسبة. طيب لو مش السن هو اللي بيحدد، مش العمر الزمني هو اللي بيحدد، إيه اللي بيحدد؟ اللي بيحدد حاجة واحدة، اللي هي ان الشخص ده يكون عنده قدر كافي من اللغة قبل حدوث الإعاقة. يعني لو الشخص او الطفل ده في الحالة دي حصل له الإعاقة السمعية البصرية وهو عنده لغة، عنده ذخيرة لغوية، هنا الشخص ده بيطلق عليه إعاقة سمعية بصرية مكتسبة. ولو حصل الإعاقة السمعية البصرية قبل تمام اكتساب اللغة، او قبل بلاش تمام، قبل اكتساب اللغة، هنا بنسميها إعاقة سمعية بصرية ولادية congenital deaf blindness. طيب ممكن حد يقول طيب ما طبيعي من الأطفال بتكتسب الإعاقة، بتكتسب اللغة تقريبا بتبقى اللغة يعني مستقرة في سن بداية حتى من 4 سنين ويمكن أقل. معنى كده ان احنا ممكن نحط فاصل زمني عند الحد الـ4 سنين؟ هنقول لا. ليه؟ لان في احيانا اضطرابات اخرى بتؤدي لتأخر نمو اللغة. يعني لو شخص عنده تأخر في نمو اللغة نتيجة إعاقة ذهنية مثلا، نتيجة توحد، نتيجة إعاقة سمعية منذ الولادة وجات عليه الإعاقة البصرية، فهنا السن في الواقع ملوش قيمة. يعني ملوش قيمة في التحديد هل الإعاقة دي إعاقة ولادية ولا إعاقة مكتسبة. فعشان ما نكررش كتير خلينا متفقين إن اللي يهمني في تحديد الإعاقة السمعية البصرية هل هي ولادية أم مكتسبة هي اكتمال أو اكتساب اللغة. لو في سبب يمنع أن اللغة دي كانت تكتسب أو تكتسب باضطراب، زي مثلا وجود إعاقة بصرية إعاقة سمعية منذ الولادة وجات عليها الإعاقة البصرية، أو وجود أي إعاقة أخرى يعني وجات عليها الإعاقة السمعية البصرية، هنا ما بنقدرش نقول أنها إعاقة مكتسبة مهما كان العمر اللي حصلت فيه، إلا طبعا لو كان الشخص اللي عنده إعاقة سمعية ده اكتسب لغة إشارة، ده جانب آخر، هنتكلم عن اللغة اللفظية. أوكي. طيب عندنا سؤال آخر في الإعاقة السمعية البصرية، هل هما إعاقتين ولا إعاقة واحدة؟ هل هي إعاقة متعددة يعني الإعاقة السمعية البصرية؟ لأن عندي مشكلة في إعاقتين صح؟ مشكلة في حاستين، حاسة السمع بشكل أساسي يعني، حاسة السمع وحاسة البصر، فده خلينا نقول إحنا بنتكلم عن إعاقة واحدة ولا بنتكلم عن إعاقتين؟ في الواقع إحنا بنتكلم عن إعاقة واحدة. على الرغم من الإعاقة حصلت في حاستين، إلا أن تأثيرهم مختلف تماما عن تأثير الإعاقة لو حصلت في كل حاسة على حدة. يعني ما ينفعش أن احنا نقول أن الإعاقة السمعية البصرية هي مجموع المشكلات التي تحدث نتيجة الإعاقة السمعية زائد الإعاقة البصرية. لو أنا عملت كده يبقى أنا حطيت رجلي في طريق الغلط، يعني أبقى مطمن أن أنا هشتغل غلط لو عملت كده. لو فكرت بالمنطق ده ان انا لو عندي شخص عنده اعاقه سمعيه، هنشوف بقى المشاكل اللي بتحدث نتيجه الاعاقه السمعيه، نحطها كده في قائمه ونشوف المشاكل الاخرى النمائيه واللغويه وهكذا التي تحدث نتيجه الاعاقه
البصريه ونحطها في قائمه ونجمعهم على بعض ونقول ايوه احنا كده وصلنا ايه هي المشكلات اللي احنا ممكن نتوقعها في الاعاقه السمعيه البصريه. زي ما اتفقنا ده اول طريق الفشل. بيعبر عن الموضوع ده بشكل رياضي يعني ماثيماتيكال مش رياضي سبورتس يعني ان احنا بنقول ان الاعاقه ان العلاقه ما بين الاعاقه السمعيه والاعاقه البصريه في الاعاقه السمعيه البصريه هي ليست علاقه جمع بل هي علاقه ضرب. يعني مش علاقه اضافه زي ما اتفقنا ان احنا ما ينفعش نضيف دي على دي، هي علاقه تفاعل. علاقه تفاعل ما بين المشكلات اللي حدثت في الحاسه دي او نتيجه اعاقه الحاسه دي، تفاعلها مع المشكلات اللي حدثت نتيجه الحاسه نتيجه الاعاقه في الحاسه الاخرى. بتطلع عندنا مشكلات جديده نوعها جديد ما ينفعش ان احنا نفهمها عن طريق فهمنا للاعاقه السمعيه او الاعاقه البصريه على حاجه. متفقين؟ معنى كده ان احنا بنقول ان الاعاقه السمعيه البصريه هي اعاقه واحده فريده يونيك، يعني ملهاش علاقه بالعلاقه السمعيه ملهاش علاقه بالعلاقه البصريه، هي فريده ويونيك وشديده سيفير. كويس؟ ليه سيفير؟ لان اثرها على الشخص تبقى اثار بيسموها بالانجليزي ديفاستيتنج، يعني اثار شديده الوطأة، انها بتؤثر على كل جوانب الحياه. لكن اهم جانبين بتؤثر عليهم الاعاقه السمعيه البصريه هي الجوانب التواصليه والجوانب الاجتماعيه، وبالتالي بيؤثر ده سلبا على الجوانب اللي ليها علاقه بالنواحي العقليه والنمو العقلي. التاثير على القدرات العقليه والمعرفيه بيجي نتيجه ان الشخص اللي عنده الاعاقه السمعيه البصريه دي ما بيبقاش عنده اكسس او وسيله للوصول للعالم. احنا دايما لما نتكلم عن كلمه العالم يعني او الانفايرمنت او البيئه المحيطه بالشخص، نتكلم عن حاجتين. نتكلم عن العالم الفيزيقي physical world اللي هي أشياء يعني محيطة، والحاجات اللي الشخص بيقدر يستكشفها عن طريق الحواس، اللمس والشم، حاجات كل المثيرات الحسية المحيطة به دي بنسميها physical world. وفي world آخر اللي هو الاجتماعي، العالم الاجتماعي. الإعاقة السمعية البصرية أو deaf blindness تأثر على الجانبين، وبالتالي هو الشخص ده بيفقد جزء كبير من علاقته بالعالم سواء الفيزيقي او الاجتماعي. فعشان كده الاثر زي ما اتفقنا بيبقى اثر عنيف او سيفير على القدرات النمائيه لهذا الشخص في كل الجوانب. الاعاقه السمعيه البصريه بتؤثر في كل الجوانب وليس فقط الجوانب اللي ليها علاقه بالحواس، يعني بتاثر على النواحي الاجتماعيه، بتؤثر على النواحي التواصليه، بتؤثر على النواحي السلوكيه، تؤثر على النواحي المعرفية. دول أهم أربع جوانب بيتأثر بيها، اللي هم أساساً كل الجوانب تقريباً اللي بيتأثر بيها الشخص نتيجة العاقة السمعية البصرية الولادية أو الخلقية. طيب إيه الأسباب اللي ممكن تؤدي أن شخص يصاب بالعاقة السمعية البصرية الولادية؟ ما هي الأسباب التي تقف خلف الإصابة بالcongenital deaf blindness؟ زي كل الإعاقات الأسباب تقريبا متشابهة. زي إيه مثلا؟ زي مثلا تعرض الأم للعدوى الفيروسية، دي على فكرة من أشجع الأسباب. تعرض الأم للعدوى الفيروسية ببعض الفيروسات من أهمها الحصبة والحصبة الألماني، وخصوصا الحصبة الألماني. تاني واحد في تسبيب الإصابة فيروس اسمه سايتوميجالو فيروس أو CMV. بعد كده المجموعة كلها بتاعت الهيربس كلها ممكن تؤدي للإصابة، تؤديش الإصابة طبعا بنسبة 100% بس بتساعد على حدوث الإصابة أو بتخلي سهل إن الشخص ده يبقى من ذوي الإعاقة السمعية البصرية. في أسباب أخرى نتيجة مثلا الأمراض الوراثية ممكن تؤدي للإعاقة السمعية البصرية، من أهمهم مثلا مرض اسمه أشر سيندروم ومرض تاني اسمه تشارج سيندروم. دول من الأسباب بين قوسين شائعة اللي بتؤدي للإعاقة السمعية البصرية. ممكن أسباب بتحصل أثناء الولادة زي الاختناق مثلا او نقص وصول الاكسجين اثناء الولاده، وصول الاكسجين للمخ اثناء الولاده نتيجه الاختناق، نتيجه ان الطفل بيتولد ازرق فما بيتلحقش. في اسباب اخرى مثلا زي الولاده المبتسره، ان الطفل يولد قبل ميعاده وبالتالي ده بيأثر بشكل اساسي على تكوين الجهاز العصبي عنده. وطبعا بنتكلم عن الحواس لما بنتكلم عن الجهاز العصبي.
ممكن لو الام بتاخد بعض انواع الادويه ومن ضمنها المضادات الحيويه، حتى بعض يعني المضادات الحيويه بيسموها اوتوتوكسيك دراجز، اللي هي الادويه السامه للعصب السمعي. فلو في كمان حصل اعاقه بصريه معاها، ده بيؤدي الى وجود الاعاقه السمعيه البصريه. ممكن الاصابه بتيجي بعد الولاده، ان الطفل نفسه يصاب بالتهاب شديد مثلا في المخ، ده زي اللي حصل لهيلين كيلر اشهر صماء كفيفه في العالم. هي في الواقع الاصابه حصلت لها بعد الولاده، يعني ما اتولدتش صماء كفيفه، نوع من العدوى والحمى اصابتها ثم تكونت لديها الاعاقه السمعيه البصريه او نتجت عنها الاعاقه السمعيه البصريه. فدي الاسباب، يعني ما فيهاش جديد قوي عن باقي الاعاقات اللي ممكن تحدث. اوكي طيب، نرجع تاني للتعريف اللي احنا كنا بنتكلم فيه عن الاعاقه السمعيه البصريه، انها اعاقه فريده واعاقه واحده مش اكتر من اعاقه. طيب امتى نعرف ان الشخص ده عنده اعاقه سمعيه بصريه؟ ده يبدو ان هو سؤال سهل، هو في الواقع مش سؤال سهل خالص، لان ممكن يكون شخص عنده طبيا اعاقه في السمع وعنده طبيا وبالملاحظه يعني اعاقه في البصر، الا انه لا يقع تحت هذه الفئه، فئه الاعاقه السمعيه البصريه. عشان كده يا جماعه دايما احنا بنقول ان تشخيص الاعاقه السمعيه البصريه هو تشخيص تربوي وليس تشخيص طبي في المقام الاول. يعني ايه تشخيص تربوي وليس تشخيص طبي؟ يعني ما ينفعش اعتمد على تقرير طبيب العيون والطبيب اخصائي السمعيات، ان كان طبيب ولا غير طبيب، لان اخصائي السمعيات ممكن يبقى طبيب وغير طبيب، واخصائي العيون على فكره اللي هو بيسموه اوبتيمتريست اخصائي القياسات البصريه ممكن يبقى طبيب وغير طبيب. ما ينفعش اعتمد على التقرير الطبيه فقط ايا كان مصدرها لتحديد هل الشخص ده مصاب بالاعاقه السمعيه البصريه ولا لا. ليه؟ لان زي ما اتفقنا ان عشان الشخص يكون مصاب بالاعاقه السمعيه البصريه لازم يكون الشخص المصاب ده ما بيقدرش ان هو يعتمد على حاسه فيهم في الوصول للعالم. يعني ايه؟ يعني لو في تعريف على فكره بيعرف الاعاقه السمعيه البصريه زي ما انا هقولها دلوقتي، بيقول ان الاعاقه السمعيه البصريه تعتبر موجوده لو الشخص ده ما قدرش يستفيد من البرامج المعدة للأشخاص الصم فقط أو ضعاف السمع فقط، أو البرامج المعدة للأشخاص المكفوفين فقط أو ضعاف البصر أو المعاقين بصريا فقط. يعني إيه؟ يعني لو عندي شخص عنده إعاقة سمعية وإعاقة بصرية في نفس الوقت، وحطيته مثلا في مدرسة من مدارس الصم، أو اشتغلت معاه بالطريقة اللي انا بشتغل بيها مع الصم، او حطيته في مدرسه للمكفوفين، او اشتغلت معاه بطريقه اللي انا بشتغل بيها مع المكفوفين، وبدا الولد ده يتطور ويتقدم، ده ما يبقاش صم كفيف، يعني لا ينطبق عليه التعريف. احنا في العاده بيجي لنا الصم المكفوفين بعد ما يكونوا مروا بالمرحله دي، ان هو الاهل جربوا والمكان اللي هو محوله لنا في العاده، يعني ما بيجيش من البيت، بيبقى من مكان اللي اشتغلوا فيه، حاولوا مع الطفل وفشلوا، يعني حاولوا معاه بوسائلهم واساليبهم التربويه الخاصه باعاقه واحده وفشلوا، وبالتالي بيتم تحويل الطفل ده لمتخصصين في الاعاقه السمعيه البصريه نتيجه الفشل التربوي اللي حصل في المكان اللي قبل كده المتخصص في اعاقه واحده بس منهم. دي الحاله على فكره او الشكل او السيناريو المعهود في الاعاقه السمعيه البصريه، لان غالبا الشكل اللي احنا بنشوفه في الاعاقه السمعيه البصريه ما بيبقاش شخص صم تماما كفيف تماما، غالبا بيبقى عنده بقايا سمعيه او بقايا بصريه، وده بيخلي الاشخاص المحيطين به يتهيأ لهم او يتخيلوا ان هو طالما عنده بقايا في الحاسه دي يبقى هيقدر يمشي، وبالتالي يبقى دخله في مدرسه ليها علاقه او في برنامج تاهيلي، بلاش اقول كلمه مدرسه كتير، يعني برنامج تاهيلي ليه علاقة أكتر بالإعاقة اللي هي الشديدة. يعني لو عندي شخص مثلا أصم وعنده إعاقة بصرية أنا شايفها بسيطة، فهدخله مدرسة صم وقول إن هو هيمشي مع الأشخاص الصم، لأن أنا محتاج أهله أكتر مع الصم لأنه إعاقته الشديدة في ناحية السمع. بيدخل في المدرسة أو في البرنامج ده والموضوع بيفشل تماما لأنه هو عنده إعاقة بصرية. ده اللي إحنا كمان عايزين نشدد عليه، إن ممكن لو ما عندوش الإعاقة السمعية دي عنده الإعاقة البصرية متوسطة فقط ما كانش هيحصل مشكلة،
لكن وجود الاعاقتين سوا هو اللي سبب المشكله وخلاه فعلا مش قادر يمشي. فلازم نعرف يا جماعه ان وجود الاعاقتين في نفس الوقت اثرهم مختلف تماما عن وجود اعاقه واحده لوحدها حتى لو كانت بنفس الشده الموجوده في الشخص اللي عنده اعاقتين. اوكي طيب، هل في اختبارات مثلا ممكن اطبقها على الاشخاص صم المكفوفين؟ يعني انا اخصائي نفسي كلينيكي بالدراسه، والاختبارات النفسيه مهمه بالنسبه لي، يعني جزء كبير من حياتي يعني. وعشان كده اقدر اقول بكل يعني ثقه ان لا، ما ينفعش نطبق اختبارات معياريه على الاشخاص الصم المكفوفين، حتى في الذكاء، مش حتى في الذكاء، خصوصا في الذكاء. اي قدرات عقليه او تربويه ما ينفعش ان انا استخدم فيها اختبارات معياريه ستاندرايزد يعني مع الاشخاص الصم المكفوفين، لان النتيجه هتطلع غلط ايا كانت النتيجه طالعه. انا بقول لحضرتك ان النتيجه دي غلط، ما ينفعش تعتمد عليها، مش بالعافيه. خلينا نعرف ليه النتيجه بتطلع غلط. لو احنا عندنا خلفيه كافيه بازاي الاختبار المعياري بيتعمل، هنبقى عارفين ان اهم جزء من عمليه عمل المعايير او الستاندرايزيشن يعني للاختبار هو وجود حاجه اسمها العينه المعياريه. ايه العينه المعياريه دي؟ العينه المعياريه دي يعني مجموعه اشخاص متشابهين مع الاشخاص اللي انا هطبق عليهم بعد كده الاختبار. يعني مثلا اختبار مثلا شائع زي اختبار ستانفورد بيني مثلا، عينته كبيره جدا وحاولوا ان هم يضموا فيها اشخاص كتير جدا من كل الفئات والطوائف والطبقات والاعمار وهكذا، بحيث ان هم يمثلوا كل الاشخاص اللي انا هطبق عليهم بعد كده الاختبار ده في المستقبل. كل الاختبارات ما فيهاش سم مكفوفين في العينه المعياريه بتاعتهم. ليه ما فيهاش سم مكفوفين؟ علشان كل شخص اصم كفيف هو شخص قائم بذاته. الاعاقه كل ما تكون شديده كل ما يكون الشخص فريد. يعني ما ينفعش شخص، حتى لو على فكره عينه التقنين كان فيها اشخاص صم مكفوفين وده ما فيش يعني، حتى لو ده حصل احصائيا ما ينفعش ان الشخص او مجموعه الاشخاص الصم المكفوفين دول يمثلوا الاشخاص الصم المكفوفين الاخرين اللي انا هطبق عليهم في المستقبل، وبالتالي يمكن مقارنه نتائج الاختبار اللي انا طبقته ده مع نتائج العينه اللي عينه التقنين او العينه المعياريه. فعشان كده علشان مشاكل التقنين دي يعني مش مشكله في الاختبار عشان هو وحش، هي مشكله احصائيه ومشكله علميه في العينه، ان انا ما ينفعش لغايه دلوقتي ملهاش حل، يعني يمكن يكون ليها حل في المستقبل بس لغايه النهارده ملهاش حل. ما ينفعش ان انا اطبق اختبار مقنن على الاشخاص الصم المكفوفين، النتيجه هتطلع غلط حتى لو طلع لك درجه. يعني مش بقول لك الاختبار هيفرق في وشك، يعني هو هيطلع درجه بس اللي هيطلع درجه غلط، الدرجه دي لا يمكن الاعتماد عليها. طيب امال اعمل ايه؟ انا ايه وسائلي بقى؟ انا بقى كشخص بشتغل مع الاشخاص الصم المكفوفين، ايه وسائل اللي انا بشتغل بيها مع الاشخاص الصم المكفوفين؟ يعني قيمهم ازاي؟ واعمل لهم خطه تاهيليه ازاي؟ عامل ايه يعني؟ في الواقع ده اصعب جزء في الشغل مع الاشخاص الصم المكفوفين. يعني تاني اصعب جزء، اول اصعب جزء في الواقع ان انا اقبل عقليا وفهميا ان مساله ان الشغل مع الصم المكفوفين ما ينفعش يبقى قائم على النواحي السلوكيه. ده اصعب على فكره جزء. يعني انا مثلا لو كنت بشتغل في تدريب الاخصائيين او المدرسين او ايا كان مسمى يعني اللي عشان يشتغلوا مع الاشخاص الصم المكفوفين، دي كان اكتر صعوبه انا كشخص بدربهم او بعلمهم ان هم يشتغلوا مع الاشخاص الصم المكفوفين، بتواجهني انا شخصيا ان هم يقدروا يتخطوا الجزء السلوكي في تفكيرهم هم قبل ما يبتدوا يشتغلوا مع الاشخاص الصم المكفوفين. واللي انا بقوله ده يعني مش اتجاه سلبي شخصي مني انا ناحيه المدرسه السلوكيه في التدخل، هو في الواقع المدرسه السلوكيه كانت سايده في العمل مع الاشخاص الصم المكفوفين لغايه ما حصل حادث تاريخي كبير قوي في تاريخ المجال اللي هو وباء الروبيلا حصب الالماني. لما حصلت وباء الحصب الالماني ده عدد الاطفال الصم المكفوفين كان كبير، ولما جربوا معاهم الوسائل السلوكيه القديمه يعني الاطفال ما كانوش بيتقدموا نهائي، وبالعكس
كانوا بيتأخروا، يعني كان كل ما بيكبروا كل ما حالتهم تبقى أسوأ وتظهر سلوكيات عدوانية وهكذا. عشان كده في مقال شهير جدا بيسموه method that didn't solve the problem، المنهج الذي لم يستطيع حل المشكلة، منهج السلوكي يعني. وبالتالي ظهرت مناهج جديدة حديثة دي يعني ساعتها ظهرت في التسعينات تقريبا، بيسموها المدرسة الإنسانية أو قائمة على الفلسفة الإنسانية في التدخل. من أهم المدرستين في المدرسة الإنسانية في الشغل مع الأطفال الصم المكتفين المنهج الإسكندنافي اللي هو اسمه العلمي Diagnostic Education أو التربية التشخيصية، ومنهج آخر أكثر تقنينا عنه أو أكثر وضوح المعالم عنه اللي هو Child Guided Strategies أو بين قوسين Van Dyke Approach. Van Dyke Approach نسبة إلى أستاذي اللي أنا تشرفت أنا اشتغلت معاه فترة طويلة يان فان دايك، هو عالم تربية هولندي متوفى من سنتين تقريبا، عمل منهج نتيجة ان هو واجه الفشل في العمل مع الأطفال الصم المكفوفين أثناء ما هو كان مدرس في معهد كبير في هولندا اسمه رافائيل، أكبر معهد في الواقع في أوروبا اللي عمل مع الصم. هو كان مديره قبل كده كان مدرس، لما كل اللي حواليه بدأوا يفشلوا لما وباء الروبيلا ده ظهر فكان لازم يكون في حل. الحل هو كان الاعتماد على المدخل الإنساني في العمل مع الأشخاص الصم المكفوفين، وده هنتكلم عنه في فيديوهات قادمة، منهج الإنساني تحديدا، لأنه ده على الأقل اللي أنا بشتغل بيه أو اللي أنا درسته يعني. كنت في الواقع درست الجانبين بس ده اللي أنا ملت ليه أكتر لأن أنا شايف إن هو بيجيب نتائج أكتر، منهج إنساني سواء Scandinavian Approach أو الفان دايك أبروتش. ولو حد فيكم بيشتغل مع التوحد هيبقى عارف منهج ثالث اسمه Sunrise، ده برضو تبع المنهج الإنساني في العمل مع الأشخاص اللي عندهم توحد في مقابل الجزء السلوكي أو المنهج السلوكي اللي هو اسمه أو أشهر يعني منهج فيه اللي هو Applied Behavior Analysis، تحليل السلوك التطبيقي ABA. أوكي، فعلشان أكتر صعوبة كانت تواجهنا على فكرة مش في مصر أو في العالم العربي بس، أنا دربت ناس في أوروبا نفس المشكلة، إن دايما الشخص بيميل إلى الناحية السلوكية أو العمل من الناحية السلوكية لأنها أسهل للشخص، يعني مش للصم مش للأصم الكفيف، أسهل ليك أنت كمتخصص إن أنت تشتغل بيه، فبالتالي بتميل ليها دايما، فعشان كده لازم سوبرفيجن باستمرار. في فيديو تعليمي كان عامله دكتور فان دايك اسمه، هو مش فيديو هو سي دي كامل يعني كورس، اسمه From Russia With Love على اسم الفيلم يعني. الفيديو ده كله بيتكلم، هو كان تم دعوته للتدريب بحوالي 30 مدرس ومدرسة في روسيا، وكان أصعب مشكلة بتواجهه هي المشكلة اللي أنا بقولها دي، أن الشخص أو المدرس بيميل دايما للعمل السلوكي. أوكي، اتكلمنا في النقطة دي بما فيه يكفي. كنا نتكلم في نقطة الأدوات، طيب إنها صعبة وهكذا، طيب لو مش هنستخدم أدوات معيارية هنستخدم إيه؟ بنستخدم أداتين أساسيتين، الملاحظة رقم واحد اسمها الملاحظة، في أداة علمية ممكن نرجع نراجع وهكذا، حاجات كتير لو بتتكلم عن الملاحظة دي أول أداة. تاني أداة بنتكلم فيها أنا من الشرع مع صم المكفوفين هي القوائم checklists اللي هي قوائم غير المعيارية، مش القوائم النمائية. أوكي، مش القوائم النمائية اللي هي زي البورتج والحاجات دي، يعني لو الشرع مع صم المكفوفين ينسوا الكلام ده خالص، لا يمكن أن نستخدمه ولا حتى للاسترشاد لا يمكن أن نستخدمه. أوكي، في قوائم خاصة معمولة عشان تستخدم مع الأشخاص الصم المكفوفين، وهي ما بتنفعش مع كل الناس، ما بتنفعش مع كل الناس من الصم المكفوفين زي ما اتفقنا. الشخص الأصم الكفيف شخص متفرد تماما، عنده يعني كل شخص غير التاني، فما ينفعش ان انا اخد من ده واطبق على ده، ما ينفعش تاني. كده نكون عملنا تقريبا مقدمة عن العمل مع الأشخاص الصم المكفوفين، او مش العمل، عن الأشخاص الصم المكفوفين وهي الإعاقة نفسها، وممكن في فيديوهات قادمة نتكلم عن تفاصيل اكتر، لان الموضوع طويل والموضوع فيه تفاصيل ولا يمكن فيديو واحد هيكفي.
ومنتظر تعليقاتكم واسئلتكم، وكل كل شيء مرحب به، والنقد مقبول في كل جاء في كل وقت يعني، مفيش مشكله. واشوفكم فيديو قادم بنتكلم اكتر عن الاعاقه السمعيه البصريه الولاديه، كونجنيتال ديف بلايندنس. شكرا لكم.